بسم الله. في بعض الأوقات ممكن تكون محتاج تنقل الملف السنترال من مكان لمكان، أو أنت شغال مثلا على في الشغل وعايز تاخد الملف معاك في البيت، أو عايز ممكن تكون واخد حاجة من شركة وهتعمله على جهاز تاني. فهنشوف دلوقتي الفكرة كلها. دلوقتي لما هاجي أفتح أوبن واختار الملف السنترال، بيجيب لي create new local ويجيب لي detach from central. ليه؟ لان المسار نفسه مظبوط، تمام؟ يعني ملف السنترال ده بيبقى موجود فيه مسار معين، لو المسار موجود بيبدأ يجيب لي create new local وبيجيب لي detach، الاثنين بيكونوا فعالين. طيب هنفترض دلوقتي ان انا هعمل فولدر هنا جديد وهنقل فيه الملف دوت، نفس الملف دوت هنقله هوت، تمام، للفولدر اللي اسمه نيو فولدر، نقلته كات، تمام. هدخل جوه اعمل سيلكت عليه، هلاقي ان هو جايب لي ديتاتش فروم سنترال وجايب لي الكريت نيو لوكال مش متفعله. ما ينفعش اختار كريت نيو لوكال، ليه؟ لان المسار دلوقتي بقى مختلف، بعد ما كان على الديسكتوب بقى ديسكتوب نيو فولدر، فهو حاسس ان الجهاز مختلف فمش هيتفعل معايا. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا افتح الملف دوت، تمام، وبعد كده اسيفه كسنترال، هقول له ديتاتش فروم سنترال واقول له اوبن. بيقول لي انت عايز تحتفظ الاختيار الاولاني ديتاش اند ريسيف ورك سيت ولا ديتاش اند ديسكارد ورك سيت، عايز تفتحه وتخليه سنترال وفي الورك سيت متفعله، ولا عايز تلغي الورك سيت. هقول له لا، فعل لي الورك سيت. لو انا قلت له غير الورك سيت خلاص، يبقى كده الجهاز دوت او الملف دوت عفوا هيبقى كله لوكال والورك سيت دي كلها هتلغي، تمام. فهو دلوقتي فتح اهوت، تمام، الورك سيت فعاله، اقدر اختار منها. دلوقتي هقول له سيف، هيقول لي خلي بالك انت اول مره سيف، ف اختار هنا ميك ذس سنترال موديل افتر سيف، واقول له اوكي واختار الملف دوت، تمام. لا، قبل ما اختار ده كان مدي كال اكس واي وشرطه وديتاتش بحيث ان انا اعمل نسخه ثانيه. لا، انا عايز احتفظ بنفس الاسم بس في المسار ده هيبقى فيه نيو فولدر، تمام. طيب سيف، هيقول لي انت كده تعمل سيف على الملف اللي موجود وده هيلغي الباك اب، ماشي مفيش مشكله. دلوقتي الملف دوت بقى متخزن في المسار الجديد، فالسنترال هنا لما تيجي تعمل السنكرونايزيشن بتلاقي المسار بتاع السنترال موجود جواه، بتلاقي ان هو هي السنترال موجود فين؟ في سي يوزر عمر ديسكتوب نيو فولدر كالكس واي. لو القمر دي اتغيرت وخليناها عمر خلاص مش هيفهم حاجه خالص، لو نقلته عادي مش هيفهم، لازم تختار نفس المسار دوت، تمام. فعشان كده لما بنقول احنا هنشتغل على جوجل درايف مثلا وبتسطب جوجل درايف على الجهاز عندك، لازم نفس المسار دوت. لو المسار ده اختلف خلاص يبقى كده مش سيف، فلازم دلوقتي اقول له اوكي، تمام. دلوقتي تقدر تعمل تكمل شغل، يعني لو انت واخد فريلانسر من شركه والشركه دي عندها زد واي اكس وانت ما عندكش المسار دوت، لما تعمل كرييت لبارتيشن نفس الاسم وتاخد نفس المسار، او تعمل الطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت.